السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تدعو الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات إلى اليقظة ونبذ الغش والمحافظة على الجودة. نقابة الصحفيين الموريتانيين تؤبن في أمسية بنواكشوط 4 صحفيين رحلوا خلال الآونة الأخيرة وتشيد بتضحياتهم. مركز شنقيط للمالية الإسلامية يبحث في دورة تكوين بنواكشوط موضوع المعالجات الحسابية للخدمات المصرفية الإسلامية. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. دعت وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة أنها بنت مكناس المنضوين تحت لواء الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات إلى اليقظة ونبذ الغش والمحافظة على الجودة. جاءت دعوة بنت مكناس لدى افتتاحها الجمعية العامة الثالثة للاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات في نواكشوط والمنعقدة تحت شعار العصرنة في خدمة المستهلك. إن كون الخبز مادة لا يمكن الاستغناء عنها يقللكم مسؤولية جسيمة تقتضي إلى جانب ضمان توفر المادة بشكل دائم قدرا كبيرا من اليقظة والاستقامة لنبذ الغش والمحافظة على الجودة واحترام الوزن والالتزام بالأسعار، وإن السلطات العمومية لتثمن عاليا كل المبادرات التي تقومون بها في هذا المجال، وخاصة قيامكم بالتعاون مع المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني بتكوين طاقم من عمال المخابز لاكتساب المهارات العصرية في مجال المخابز والحلويات، وهو ما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الداعية إلى الأخذ بأسباب التقدم والنمو عن طريق اكتساب المهارات في التخصصات التقنية وإشاعة روح العصرنة في شتى المجالات. أبنت نقابة الصحفيين الموريتانيين خلال أمسية نظمتها بمقرها المركزي في نواكشوط 4 صحفيين رحلوا خلال الآونة الأخيرة، من بينهم الصحفيان أحمد ولا طالب والشيخ عمر نجاي اللذان توفيا في حادث سير وقع بالقرب من مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي. وأشاد نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم وللمختار السالم بمناقب الصحفيين الراحلين وتضحياتهم من أجل مهنتهم. المرحوم أحمد ولا طالب والمرحوم عمر نجاي هذو فتيان كانوا في قافلة تقوم بعمل الخير، كانوا في الداخل يدخلون المسرة على قلوب أبناء الفقراء. لم يكونوا في رحلة سياحية ولم يكونوا في رحلة ترف وهم شباب، بل كانوا في رحلة مواساة للفقراء، وهذا هو أنبل عمل يمكن أن يختم به أحد حياته. وبالتالي قلوبنا تدمع والعيون تدمع وقلوبنا تحزن، لكن لا يمكن أن نقول إلا ما قال الله ورسوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهم واغفر لهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان. الإخوة الآخرون أبو سيسي وأحمد العلي سالم هؤلاء من شهداء المهنة لأنهم ناضلوا فيها. الزميل أحمد العلي سالم كان مراسلا في الوكالة الموريتانية للأنباء في تير الزمور وفي ولاية إنشيري وعمل هنا في التحرير، وكانت تشهد له الجميع بحسن الخلق وبالاستقامة، والاستقامة في هذا الزمن أمر عظيم لأنها قليلة نادرة. دان تجمع الناشرين الموريتانيين في بيان صادر عنهما سماه العقاب القبلي، الذي قال إن 4 صحفيين من بينهم رئيس تجمع الناشرين موسى صنبسي تعرضوا له باستدعائهم للمثول أمام جهاز الأمن في مدينة واذيبو على إثر شكوى تقدمت بها إدارة شركة سنيم ضدهم. وأبدى البيان التخوف من أن تكون وراء استدعاء الصحفيين إرادة جادة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، كما دعا الصحفيين للدفاع عن حرياتهم والإصرار على كشف ملفات الفساد.
ناقش إعلاميون في ندوة بنواكشوط نظمها المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية موضوع الإعلام الموريتاني في ظل التحديات الأمنية الراهنة، وتطرق المشاركون في النقاش للتحديات الماثلة أمام الإعلام الموريتاني فيما يتعلق بالولوج إلى مصادر الخبر، كما تحدثوا عن المصداقية والموضوعية وضرورة التريث وعدم اعتماد الشائعة. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ينظم حلقة نقاش متخصصة تناقش موضوع الإعلام الموريتاني في ظل التحديات الأمنية الراهنة، عرشت على كيفية تعاطي الإعلام مع عملية فرار السجين السلفي الأخيرة. النقاش حضره عدد من الإعلاميين الموريتانيين العاملين في مؤسسات إعلامية محلية ودولية، وركز على دور الإعلام وأهمية الإعلامي باعتباره صلة الربط بين الرأي العام وجهات القرار. كما وجهت من خلال النقاش دعوة إلى سلطتي الصحافة والدولة من أجل الوصول إلى تعاطي مقبول مع المعلومة، فيما أكدت مداخلات بعض المشاركين على أن المعلومة حق يكفله الدستور للمواطن. لا يمكن أن يحجب أي حاجب المعلومات في هذا الزمن، ما دامت هناك إمكانية للوصول إلى الإنترنت، وما دامت هناك إمكانية للتواصل بين السجين أو بين المؤمن منه كما وهو أحسن وصف كما وصفه قبل قليل الأستاذ أحمد حمود، إذا كانت هناك إمكانية للتواصل بين هذا المؤمن منه وبين أي شخص آخر، فمعناه أن إمكانية نقل المعلومات متاحة. لذلك المسؤولية الكبرى على الأجهزة الأمنية أن تكون صادقة في تعاملها وأن تتجنب محاولة استغلال الإعلام لوظائف لا تخدمها في النهاية. إن أي جهاز أمني قدم معلومات غير دقيقة إلى الإعلام أضر بنفسه وأضر بعلاقته مع المواطن. النقطة الأخرى هي أن المعلومة الصحيحة لا تضر. انتشار الشائعات وبناء الثقة بين الصحفي ورجل الأمن في مجال تداول المعلومات واستغلال الإعلام من طرف بعض الجهات لتمرير رسائلها كانت ضمن أبرز النقاط التي نوقشت، حيث رأى أحد المتدخلين أن عدم منح المعلومة في وقتها وغياب التفاصيل يدفع بالصحفي إلى الوقوع في أخطاء قد تضر الوطن. تم منين تخلق قضية هامة للمجتمع اللي هو اللي نخاطبه احنا، تعطينا شي نستندوا عليه نعود نكلموا به المجتمع؟ إلى ماذاك ده نورطوها ونورط روسنا؟ فخ موجود وموجود في كل عملنا هو ان يحملنا هذا اللي هو البحث عن شي سوى شنو، على ان نعود عربة توخل من خلالها رسائل الناس اللي تهدد الامن، وهذا يخلق احيانا يغير اللي عدلوا لا الجوع في المعلومات. حلول ومقترحات تقدم بها المشاركون في النقاش يرونها حلا أو جزءا من الحل على الأقل لمشكل متفاقم قد يدفع به غياب المعلومة إلى مزيد من التعقيد. نظم مركز شنقيط للمالية الإسلامية التابع لجامعة عبد الله بن ياسين دورة تأهيل لشهادة في الصيرفة الإسلامية تصدر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية في البحرين، وتطرقت الدورة لمحاور من بينها المعالجات الحسابية للخدمات المصرفية الإسلامية، وتسعى وفق منظميها إلى تطوير صناعة المال وصقل مواهب العاملين فيه. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. مركز شنقيط للمالية الإسلامية التابع لجامعة عبد الله بن ياسين ينظم دورة تكوينية مؤهلة لشهادة الأخصائي الإسلامي المعتمد في مجال المحاسبة المصرفية، وهي الشهادة التي يصدرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين. وتناقش الندوة التي حضرها عدد من كوادر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا الإطار النظرية والعلمية لخصوصية المعالجات المحاسبية لمختلف المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية، إضافة إلى التكوين على الخلفيات الفقهية لهذه المعالجات المحاسبية. شهد قطاع المالية الإسلامية تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية بعد ما عرف بالأزمة المالية العالمية، بعدما وجدت فيه صيغ قد تساهم في حلول للمشكلات المالية العالمية. وطنياً حرصت العديد من البنوك الكبرى على فتح نوافذ إسلامية
لتسهيل معاملة زملائها الذين يرفضون المعاملات الربوية. كما ظهرت بنوك جديدة تعتمد المعاملات الإسلامية بدلا من المعاملات التي تخالف الشريعة الإسلامية. هذا التطور الذي طبع المشهد المصرفي في موريتانيا جعل العديد من المهتمين بشأن الصرافة الإسلامية يتحدثون في العديد من المناسبات عن تحديات وعقبات تواجه الصرافة الإسلامية في البلد، رغم حجم الإقبال والرواج الذي تتوفر عليه المعاملات الإسلامية في بلد مسلم ينص دستوره على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. تحديات كثيرة لا تزال تواجه هذا القطاع، حيث يعتبر غياب إطار قانوني يضبط المعاملات الإسلامية عقبة أساسية أمام تطور هذه المعاملات، فضلا عن ضعف القطاع المصرفي في موريتانيا بشكل عام. مع ذلك لا زال الأمل معقودا على تجربة البنوك الإسلامية لخلق بديل مصرفي شرعي بعد أن سيطرت المعاملات الربوية بما تحمله من مخاطر دنيوية وأخروية. نظمت بالعاصمة نواكشوط ورشة حول السلامة المتعلقة بتحويل خدمات وتجهيزات الملاحة الجوية من مطار نواكشوط القديم إلى مطار أم التونس الجديد. وقال وزير التجهيز والنقل محمد الخونة إن الورشة تهدف إلى دراسة وتحديد متطلبات الإدارة المذلة للسلامة وضمان أعلى درجات سلامة الملاحة المطلوبة في المطار بمواصفات دولية. إن هذه الورشة تعتبر مرحلة مفصلية في التهيئة لتشغيل المطار الجديد، حيث ستمكن من تصور التصميم مختلف نظم الملاحة حول المطار، بالإضافة إلى تحديد الأخطار الكامنة قبل التشغيل وتقييم المخاطر الناتجة عنها، بقية تأمين سلامة المستخدمين الجويين لهذه المنشأة التي أقيمت على أسس فنية عالية الجودة. أيها السادة والسيدات، إن ملتقاكم هذا الذي يمتد على مدى أسبوعين بمشاركة خبراء وفنيين من السلطات المعنية والهيئات المتخصصة وشركات الطيران ومختلف المستخدمين، يمثل فرصة استثنائية للتفكير التشاركي وتبادل الآراء والتجارب من أجل تحديد آليات انتقال الأنشطة الجوية إلى المطار الجديد. وستعتمد منهجية العمل على تحليل كل الأخطار المفرطة ووضع التوصيات المناسبة لمعالجتها. إلى الجزائر، حيث أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي كان يسمى مديرية الاستعلام والأمن، واستحداث جهاز جديد تحت اسم مديرية المصالح الأمنية.
نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تدعو الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات إلى اليقظة ونبذ الغش والمحافظة على الجودة. نقابة الصحفيين الموريتانيين تؤبن في أمسية بنواكشوط 4 صحفيين رحلوا خلال الآونة الأخيرة وتشيد بتضحيتهم. مركز شنقيط للمالية الإسلامية يبحث في دورة تكوين بنواكشوط موضوع المعالجات الحسابية للخدمات المصرفية الإسلامية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان.